بسم الله يمسيكم بالخير. والقولون، وش هو القولون باختصار؟ القولون ان الشخص يشعر بآلام، انتفاخات في المعدة، والله يكرمكم تتحسن مع التبرز، او يجيه الله يكرمكم اسهال، او يجيه الله يكرمكم امساك، اوكي، او يجيه غازات. في اعراض اخرى، الله يكرمك البراز يكون مخاطي، يكون في آلام اسفل الظهر، يكون في تكرار تبول، مشاكل تبول، الحاح في البول، عدم احساس ب او احساس بعدم التفريغ الكامل للبول، هذه ايضا من ضمن اعراض القولون. ترى طبعا الاعراض هذه تحصل بسبب انه لما يمشي الله يكرمك الفضلات في الامعاء الغليظه، يصير الامعاء الغليظه انها احيانا تشنج، وهذا احيانا يصير بسبب حتى الحالات النفسيه والغضب الى اخره. اوكي، التشنج هذا إما أنه يحبس البراز اللي قبله فيبطئ حركته فيصير إمساك، أو أنه يضغط على اللي بعده فيتحرك بشكل أسرع فيصير إسهال. إذن حنا عرفنا هنا كيف يتكون الإسهال وكيف يتكون الإمساك. أدري أنكم تبغون نتكلم في الحل، لكن دقيقة عشان نفهم كيف يحصل عشان نعرف كيف نحله. الغازات كيف تتكون؟ تتكون الغازات بسبب أن الواحد يدخل غازات هو في جهازه الهضمي، هذه طريقة، أو أنها جهازه الهضمي ينتج غازات كثيرة، أو أنه والله لا دخل غازات ولا أنتج غازات لكن الغازات لا تصرف من جهازه الهضمي. طيب كيف يدخل غازات؟ غالبا هذه تصير مع الغازات اللي تكون في المعدة فوق، اللي مثلا يأكل علك، اللي يشرب غازيات، اللي يدخن، اللي يعسل، اللي يطول العمر يتكلم كثيرا زي يشرح المواد للطلاب الله يجزاهم خير مدرسين، اللي زعلان، اللي غضبان، اللي دائما يتكلم زعل، اللي عنده ضغوطات نفسية، كل هذا اللي يأكل علك ها يدخل غازات للمعدة. فهذه غالبا فيسيولوجية ليست مرضية، أوكي، هذه مهمة. طيب الطريقة الثانية إنتاج الغازات اللي تكون هنا تحت في آخر جزء من المعدة الغليظة، اللي هو عن طريق الطعام المتخمر. تخمر الطعام، طعام تخمر له الريحة السيئة، الريحة السيئة عبارة عن غازات، هنا مكان مغلق فأصبح أنت ممكن من الأسباب أنه في واحد عنده بكتيريا في الأمعاء، البكتيريا طبعا تعمل تخمر وتنتج طبعا بكتيريا ضارة تنتج الغازات. ممكن واحد عنده قلة، وهذه نادرة لكنها مهمة لازم يركزوا عليها الأطباء، قلة امتصاص للغاز، يعني الغاز يمتص من الجهاز الهضمي، إيه نعم يمتص عن طريق الدم ويذهب للرئتين، والحالات اللي يكون فيها ما يمتص بشكل جيد يقول أطباء الباطنة بأنها ترجع لمشاكل قلب أو مشاكل كلى، دم حول الوعاء الهضمي يمتص والدم هذا ثقيل بسبب مشكلة في القلب الأيمن أو مشاكل كبد، هذه مهمتها. ومن صور هذا الموضوع الغاز أنه الواحد لما يأكل ثوم، هذه في على برا ها فكرة كذا، لما يأكل واحد ثوم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا وفي رواية مصلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لما يأكل ثوم قال بأكل بعلى نعناع، ما يفيد النعناع، أنت تأكل الثوم ويصل هناك تطلع الغازات اللي فيها، امتصها الدم وتصل إلى الرئتين وتطلع مع التنفس، فالرائحة مع النفس ليست من الفم، هذه يعني نقطة. طيب حنا الآن شرحنا كيف يصير الإمساك أكرمك الله، كيف يصير الإسهال، كيف تصير الغازات، كيف تصير الآلام اللي في الهضم، وتكلمنا في أسبابها، كيف نحل المشكلة ببساطة يا حبيبي، والله ركز معي ركز معي. الحين المهمة جدا هذه، وهذه من أكثر الأسباب اللي أشوفها، الجهاز الهضمي عبارة عن ماسورة، القناة الهضمية. طيب إذا داخل الماسورة حاجة صغيرة، هل التحكم فيها سهل؟ صعب، يعني تحكم الجهاز الهضمي كيف؟ تحكم الأمعاء كيف؟ كذا تكبس تكبس الطعام عشان يمشي، هذه حركة الأمعاء، تضغط ثم يضغط اللي بعد، سبحان الله. فلما يكون صغير تخيلنا زي إصبعي كذا، أضغط ولا ما تضغط، هو بعيد، ما في ذاك التحكم. كيف أخلي الطعام كثير بحيث أني أضغط تحكمت فيه؟ ما هو تزيد كمية الطعام، لا، كمية الطعام كلها تنهرس وتنعصد. إيش الشيء اللي يخلي الطعام كذا منتفش بلك يسمونه؟ الألياف الموجودة في وين؟ في الخضروات، عرفتوا، وفي الفواكه، عرفتوا، في بذور الشيا وبذور الكتان. إذن هذه واحد، الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب، عرفنا فائدة الألياف اللي فيها وش تسوينا، تعطينا بلك وتعطينا إذن إفراغ للجهاز الهضمي، ما عندك مشكلة، هذه رقم واحد. التغذية دائما أهم شيء في الأنمطة الصحية للصحة، رقم واحد، أوكي. رقم اثنين، اشرب الماء بكميات جيدة، رقم اثنين، ما واضح ما يحتاج لها شرح، ليش؟ لأنه أصلا الإمساك عبارة عن طعام أو بفضلات ليس فيها ماء، فاشرب الماء بكمية جيدة. أو رقم ثلاثة ومهمة جدا،
رغبتك للذهوب الذهاب الى الحمام، انا قاعد كذا والله حسيت احساس اني ابغى الله يكرمك اتبرز، يجب ان تخضع لها وتذهب الى دوره المياه لازم عشان تضبط صياتك البيولوجيه. وعشان ايش؟ لان البراز هذا كيف انت حسيت بهذا الشيء؟ بسبب لزوجه البراز. طيب حسيت وطنشت ما رحت، ما احساس مؤلم ما رحت، يقوم الجسم يسحب الماء فتفقد اللزوجه فيصبح امساك. وين المشكله؟ ان الامساك هذا او الفضلات الجافه ما تحسها انت، انت لا تشعر بالرغبه في البراز الا بسبب كرمكم الله اللزوجه. اللزوجه اذا فقد الماء وطلعت اللزوجه ما تحس شيء فتتراكم فتدخل في امساك. بعضهم يضطر لما يجينا في الطوارئ انه يعمل له حقنه، وانتم اعرف يعني. رقم 4 هذا وعاءك الهضمي، شوف ببساطة هذا شفت اللي هذا اللي تخيل انه مليان سمنت مثلا، اوكي تخيل اني سويت بك كذا يطلع ولا ما يطلع الا فيه؟ يطلع. عندما تمشي تطلع الاشياء اللي في جهازك الهضمي، مهم جدا المشي، حتى ان من الخبراء من قال مارس رياضة ليش الجامبينج، ها مهمة جدا، هذه رائعة جدا لزيادة افراغ المعدة تفكك من الارتجاع والحموضة وتدعيم الهضم وزيادة الحركة المعوية، بالتالي ما تحصل على لا امساك ولا غازات باذن الله، مهمة جدا. ورقم 5 قدر الامكان كل في البيت، ابعد عن البكتيريا اللي تسبب غازات، وابعد عن الزيوت المهدرجة اللي تدمر العملية الهضمية و ما يحتاج لها شرح. هذه في ملاحظة، إذا أنت مشكلتك أكرمكم الله إسهال قلل من الألياف حقت الخضروات، هذه ممتازة جدا، لكن إذا في عندك إسهال بتزيد الموضوع. الرقم الثاني تجنب المحليات الصناعية زي السوربيتول، مهمة هذه. إذا مشكلتك غازات كل الشوفان بانتظام، كل يوميا ملعقة كبيرة من بذور الكتان، وأنا أفضل أنك تطحنها. ابعد عن الأشياء الصعبة الهضم، الخضروات الصعبة زي القرنبيط، البروكلي، البصل، الثوم، ابتعد عنها. ورقم 4 أيضا ابعد عن المحليات زي السوربيتول أيضا لأنها تنتج غازات. ورقم 6 ومهم جدا كثير ما ينتبه له، لا تأكل بسرعة. ليه؟ لأن الهضم يبدأ من الفم ليس فقط أسنان، الفم فيه إنزيمات هاضمة، إذا مرت بسرعة اللقمة ما طحنت بالأسنان ولا حصلت على هضمها الإنزيمي بشكل صحيح، تنزل المعدة، المعدة ما عندها أسنان، تبدأ المعدة تطول وتدخل في طبعا تدخل في تلبكات، مو بهذا شغلها، أنت بحملها شغل ما هو لها، مهمة جدا والله مهمة. رقم 7 تجنب المشروبات الغازية، ما يحتاج يعني شرح. ورقم 8 قهوة وشاهي مرتين ثلاث مرات في اليوم لا تزود. الفواكه رقم 9 الفواكه كل حصتين في اليوم لا تأكل يعني أكثر من ذلك، ما أرى أنك تكثر أكثر من حصتين، هذا مهم جدا إذا كنت تعاني من مشاكل القولون. وأخيرا وصية مهمة جدا، اعمل تسجيل ما يسمى بالبوكينج، بمعنى فيه أطعمة تسوي لك غازات أنا ما أعرفها يا دكتور، ربما تكون الأشياء اللي فيها سكر الفواكه، ربما التمر، الفواكه، بروكلي، ربما لا القمح ومنتجاته، ربما الألبان ومنتجاته، ربما الحبوب والفول والأشياء، أنا يا طبيب ما أعرف وش هي. دورك هنا أنه تعمل تسجيل، والله اليوم بتعشى بسم الله إيش في العشاء، أكتبها في ورقة. ترى بعض الناس يفكر هذه قضية عادية وسهلة، بالعكس من أفضل الطرق، أكتبها وكل تعشيت اليوم أصار شيء خلاص، معناته القائمة هذه ما فيها شيء يسوي لي المشكلة. وهكذا إذا وجدت في اليوم أنك تعشيت صار مشكلة، معناته في واحد هنا متهم، إيش المتهم؟ طلعها حبة حبة لين تعرف وش هو فتقلل منه، إذا كان جدا جدا سيء لك تتجنبه. الأمر ببساطة، إذا باختصار موية، خضروات قبل الوجبات، كل الفواكه أيضا، الرياضة والمشي، ضبط مزاجك وبعد من الضغوطات النفسية، كل الأكل الصحي وسوى في البيت، مهم جدا إذا شعرت بالله يكرمك الرغبة في الحمام تروح. أسأل الله يوفقنا وإياكم، ادعوا لنا، يسر الله أمورنا وأموركم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول القول النافع ويتبع أحسنه يا رب العالمين، ودعناكم الله.